تستمر. لعبة التحدي هذه يعني فكرة بسيطة جدا رائد، وراك غيرت ترسيمتك ما عرفتك يعني لا المشاهد والله ما عرفتك. انا التفت، احنا في الفاصل طبعا كنت قاعده يعني اسوي شيء، حسبيني ضيف ثاني صح؟ اي قلت وين ضيفي رائد؟ من احد المواهب اني اغير على طول وانت ما تدرين على طول. والله شيء حلو الصراحه. يعطيك العافيه. طيب رائد، هذه الفقره يعني فقره العاب خلينا نسميها. حلو، عندنا كمية أسئلة هنا أو بعض الأسئلة، راح تسحب كرت وتقرأ بصوت عالي وترد عليه، يعني بتجاوب على هذا. أنا أرد على نفسي. إيه أوكي، ما ينقدون علينا العالم. لا ما يسأل نفسه يجاوب على نفسه. إيه عادي، اسأليني أنت تفضل. لا خلاص سألتك ما فيه الكفاية. صح. إيه يلا. أوف تفضل. يقول لو عندك الفرصة تغير شيء بماضيك وش بيكون؟ إيه وش بيكون؟ واجد ودي غير يعني، بس اللي أذكره الحين ودي أغير. تبين صفة يعني ولا وش؟ اللي تبي. وش لو عندك الفرصة تغير شيء بماضيك وش بيكون؟ إيه أبى أكون مجتهد أصل بالدراسة. إيه. لأني ندمت شديد الندم. إيه. ولا تعطي الدكتور. ولا ما أعطيه قصايد، أعطيه حل بالورقة وينجح عن غصب عليه. إيه. إيه. شلون غصب عنه؟ ايش فيك انت عدواني يا اخي؟ هو غصب عليه ليش؟ والله هذا اتوقع انا شخصيه مخاوي الديب اثرت عليك. والله طلعت تاثير. والله اثرت عليك. انا ما خبرتك كذا يا رائد. انا اقول غصب عليه ليش؟ ما يقدر يسقط لو انا حال صح. اي اذا مجتهد اراعي له واحط عيني بعينه بعد. يلا نجح اي بلس. بس هذا اللي ودي اني اغير اكون مجتهد يعني، بس ان شاء الله ترى بالي بكمل ان شاء الله. بتكمل؟ اي اكيد باذن الله. صح عليك. اي لأنه الحين يتابعونك شباب في أعمار صغيرة يعتبرونك قدوة. فعلا. فأنت لازم تكون قدوة حسنة. والله العظيم أني أتكلم جد، لا تفوت عليكم فرصة أنه داون حتى لو كان بوقتها. أنا أعرف الشعور هذا أنه نبي ننام. النوم والله ما يجيب شيء ولا يودي والله. فأدراسي ما يذوق العز خمام الوسائد. أي والله. عز الله. أي والله. يلا الآن دوري. خلاص حطها على جنب عادي، خلاص هذه قضينا منها. حلو. الحين جاء دوري. يلا بعطيك الكروت، خليني اسحب كرت. لا 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 ابا اخبص ابا اخبص ان شاء الله. تخبص الناس تخبص كذا وهي مقلوبه مو وانت تقرا الاسئله. الله يصلحك خبره بلوت. كواوش يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني واحد. لا مو ثاني، ثالث. ها يلا. يما يلا جاوب. لو هلك تردوك من البيت وين بتروح؟ وين بروح يعني شلون تردوني من البيت؟ يعني ما يسوونه. ما يسوونه. لو لازم تجاوبين. ايه وين بروح؟ اكيد لا يعني لا بروح عند اختي. لا هلت اختك من هلت اختك بنت جيران كم اختي. إيه؟ لا هي فعلا ساكنه جنبنا، بروح عندها. لا هم هلت يعني يعتبر جاوب. إيه؟ بالله صح. بروح عندها. شو وين بروح يعني؟ ما ادري. لا بس يعني هذا مستحيل تصير، بس انه لو بس والله حلو الاسئله. حلو عجبتك الاسئله جازت. عطني طيب خل انا عندي وين اروح. ها انا عندي. ها يلا لو تردوك اهلك وين بتروح؟ ما رايح، بصير اقعد على سبودها. تقعد كذا؟ يمكن تردون بوقت يعني زعل، بس اروح شوي افر وارجع. عاد ما احس احد يعني، ما احس في اهل يطلعون. والله في الله لا يبلى فيه. يلا بسم الله. وش السؤال؟ وريني السؤال. يقول ذكرى ودك ترجع لها وليش؟ ايه ذكرى ودك ترجع لها وليش؟ تكفى بناقض نفسي. عادي عادي بقول ما في ذكرى حلوه اصلا عشان ارجع لها. لطيف. انا مشون قلت ذكريات حلوه يعني. ذكرى ودك ترجع لها. كذا ايام الثانوي. ايام الثانوي. شكلك كنت نحاش من المدرسة. لا والله كنت شاطر والله عظيم. أيام الثانوي كنت شاطر، أيام الجامعة ما كنت. إيه لأنه خلاص ترى بد الله من حال الحال، بس إنه كنت ما أفكر بشيء أساسا ولا أهتم ولا عاد زي ما تجي على البركة يعني. ما كان في مسؤوليات، ما كان في لا ما في. إيه كلا على أبوي الله يطول بعمرك براي. حلو أيام الثانوي حلوة. أيوة. يعني الواحد مدلع مخقق والله ما إحنا مدلعين أصلاً، مكروفين بس عاد ما مستنسين عايشين صح.